حلو. طيب خلينا يعني قبل بقى ما نقفل صفحة الماتش امبارح، برضو ازاي حضرتك قيمت اداء المريخ؟ يعني البعض كان بيحلل بعد كده بعد المباراة، قال المريخ كان بيلعب قلقان، ودي نقطة. النقطة التانية كان بيدافع اكتر ما بيهاجم لان هو خايف، يعني لحد ما. فتحليل حضرتك برضو لاداء المريخ امبارح؟ مش هختلف كتير عن الكلام اللي اتقال، لكن معظم هجمات المريخ، يعني لما نيجي نبص لمعظم الهجمات اللي حصلت على النادي الاهلي امبارح او على الشناوي، ثلاث اربع كور، منهم كوره واحده مش فاكر اسمه ايه، الولد وينج رايت عدى وعمل شوطه كده، ويعني ما شفتش خطوره زي ما انت تقولي. هو كان بيلعب برده 4-2-3-1، بس ما بيتطبقش كويس. الاثنين الديفندرات كانوا متاخرين جدا في احضان السرد باكين، الثلاثه خايفين وقلقانين من النادي الاهلي، خايفين لو فتحوا الدنيا تفتح معاهم يبقى جول واثنين وثلاثه، فتبقى المساله بالنسبه لهم برده مش كويسه. هو كان بيلعب على حته ان انا اطلع درون، اقلل الهدف، ما اخش فيه اجوال كتيره، ودي كانت مخليه ملوش انياب. يعني الاهلي على العكس تماما من المريخ، نازل بيقول انا عايز اكسب، المريخ بيقول انا لو طلعت درون كويس جدا بالنسبه لي، هو برده ممكن يجمع بناط، لكن ما كانتش عنده الشرط والمخالب اللي بيها يقدر يهاجم كويس يعني.